اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه. هذه الحلقه غادي نشوفوا في هذا الفيديو الموعد والتوقيت وكذلك القنوات الناقله للمباراه الهامه اللي غادي تجمع ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الغابوني في الجوله الاولى من تصفيات كاس امم افريقيا 2025 اللي غادي تنظمها البلادنا باذن الله. هذه المباراه هذه القويه غادي تحتضنها ملعب ادرار يوم الجمعه 6 شتنبر في الساعه 7 بتوقيت المغرب ان شاء الله، ومن المنتظر ان غتنقلها قناه الرياضيه المغربيه. وكي كنعرفوا المنتخب المغربي وكذلك الغابوني كيتواجدوا في المجموعه ب، اي المجموعه الثانيه الى جانب منتخبات جمهوريه افريقيا الوسطى وليسوتو. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي، كنتمنوا اصلاح جميع الاخطاء اللي ارتكبت في الماضي، ويكون المنتخب ديالنا المغربي في الموعد وانه يتصدر صداره هذه المجموعه باذن الله. والان غادي نخليكم مع اروع واجمل جمهور كاين في العالم اللي هو الجمهور المغربي بدون منازع. يعني ماشي غير حيت انا مغربيه كنشكر الجمهور المغربي، ولكن يعني جمهور ولا اروع ولا اجمل، وانتم غادي تشوفوا كذلك. المهم ما تنساوناش باللايك والدعم والاشتراك، ومرحبا بجميع الزوار الجدد للقناه واللي وصل معنا لهذا التالي ديال الفيديو. كنقول لهم شكرا لكم جزيلا، وغنضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم باذن الله. دمتم بالف خير والى اللقاء.